بقات حياتي كدور. فيلم صدى الذكريات يتناول قضية اجتماعية اللي كتهضر على، بالنسبة لي أنا، هي فيها الشباب ولكن هي كتقيس الاباء اكثر ما كتقيس الشباب والابناء. علاش؟ باش نبينوا ان راه خاصك توفر لابنائك الامان، توفر لهم اشياء مهمه اكثر من الاكل الشرب اللباس، يعني اشياء اللي غادي تنفعهم واللي ما غاديش تخلي عندهم مشاكل نفسيه وعقد مهما يوصلوا لمراتب عليا. الفيلم هو من بطوله زينب العالمي اللي اليوم ما حالفاش حد انها تكون معنا، عندها ظروف، وبدر اللمطي، وبالمشاركة الفنانة المتميزة مجدة بن كيران. كان نوجه الشكر للمنتج العمل اللي هو سي عبد الله العساوي. والحاج اللي عطيتونا واحدة من البنات المغربيات المؤصلات، وهذه شهادة حق ماشي غير كرم. نتمنى من القلب نسمع التصفيقات ديال فيلم صدى الذكريات. هو فيلم تيعالج واحده من اهم القضايا اللي كنعانيو فيها، زعما اللي كنعانيو منها في المجتمع المغربي، اللي هي التربيه. والتربيه في مجتمعنا الحديث في علاقه الاباء ولا اولياء الامور مع وليدات الصغار، من هما صغار تعيشوا مجموعه من العقاد، حيت الوالدين تيركزوا على اساس انه التربيه هي البس قري مزيان خرجوا، ولكن كاينه مجموعه من المسائل النفسيه اللي ما كيراعيوش ليها. وهذا الشيء اللي حاول تطرق ليه السيناريست مونيا غزال في السيناريو ديالها. وفاش خدينا السيناريو قريناه، لقينا بلي الشخصيات هما نموذج مجموعه من الشباب المغاربه اللي كبروا معهم هاد العقاد واختاروا اختيارات اللي غلطه. اكثر من التصفيقات عطيه باش يزعم. راه لولا هو ما نكونوش اليوم هنا، هو اللي تبنانا وامن بالافكار ديالنا. اليوم كنشهدوا العرض الاول لفيلم صدى الذكريات للمخرجه الشابه منى غزال. واليوم الحمد لله هو بالنسبه لنا هو عرس الحمد لله فني وثقافي. غادي نشاهدوا الحمد لله لافون بروميير ديال الفيلم صدى الذكريات، وان شاء الله كاين نقاد. حنا مستعدين يعني النقد البناء مرحبا به،